مرحبا، أنا مصطفى. إذا أنتوا كنتوا من محبين الأكسترين سبورتس وصلتوا على المكان الصحيح. كل الأدرينالين والأكشن موجودين معنا اليوم. هاي أنا بونيتا، وراي في 12 مشترك تم اختيارهم من أكثر من ربع مليون مشترك على صفحة ماونتن ديو على موقع فيسبوك، وهن هلأ ناطرين حتى يتبيروا بإكستريم تشالنج تاني لهالأسبوع. صحيح، لأنه هذا أحسن راي ماونتن ديو. طيب خلينا نتذكر شو هو أشجع ثنائي من ماونتن ديو. في عنا 6 فرق مؤلفين من شخصين رح يتبيروا ضد بعض بست تحديات متطرفة إكستريم تشالنجز، وكل فريق راح يجمع عدد من النقاط في كل تحدي، وفي نهاية 6 تحديات اللي يحصل على نقاط أكثر راح يفوز برحلة مدفوعة التكاليف إلى لاس فيغاس لحضور الحدث الأخير من ديو سبورتس تور. خلينا نشوف النيو تشالنج لهالأسبوع. استبدلنا المي بالرمل والبحر بالصحراء، ومتسابقينا رح يتبارو بالديون باجي تشالنج، ورح نتعرف الآن على سمير. سمير هو محترف في تحديات الديون باجيز ويمارس هذه اللعبة منذ أكثر من 10 سنوات. رح يشرح للشباب كيفية أو ماهية التحدي ويوضح لهم النقاط الأساسية في سباقات الديون باجيز. Okay, you all have to take it easy. Okay, it's very powerful in wrong hands. I mean, it's very dangerous. شكله جامد موت. هنقطعهم. لا بس احنا خايفين في الاول يعني، بس الموضوع لذيذ جدا يعني. اذا كيف بده يكون تحدي الديون باجي؟ الست فرق رح تتمرن خلال ساعة من الوقت، وبعدين بيصير وقت السباق. كل فريق يتبارى على المسار نفسه مرتين، كل مشترك يتسابق من خط البداية والى النهاية ويحاول اكمال المسار باقصى سرعة ممكنة من دون الحصول على نقاط سلبية. النقاط السلبية بتكون لعدم اتباع العلامات الموجودة على المسار المتبع والشروط أو الخروج عن المسار الصحيح، والفريق الرابح هو الأسرع بمجموع نقاط المشتركين الاثنين. طبعاً أي فريق من الفرق الستة ممكن أنه يحصل على الرحلة ويروح إلى لاس فيغاس. اتعرفنا بحلقة الأسبوع الماضي على الفريق العماني هي ما هي. اليوم خلينا نلقي نظرة على فريق دولة الإمارات العربية المتحدة عيال زايد. فريق التحرير وتوقعاتكم اي مركز؟ طبعا ما شاء الله كلهم مركز الاول، ممكن انتم مركز الثاني؟ لا لا انا ما بتكلمش، انا بسوق. انا مش هضطر اتكلم ولا اي حاجه، انا ممكن اخد ثالث بس انا مش هتكلم، انا هسوق. رهيب رهيب. نهاية التحدي اليوم، وطبعاً فائز واحد فقط. فائز اليوم هو فريق عيال زايد. يعني ما
عندي شيء اقوله اليوم. انا ما ادري صراحه تهدي مين كل اللي يبدا فاستاهل كل شيء. والله الحمد لله قدرنا نسوي شيء. طبعا هذا عقب ما سبحنا في الرمل والحمد لله يعني ان قدرنا نسوي شيء. ودوم عرضنا وترابنا لعبتنا يعني هذه. نظرة سريعة على مجموع النقاط من أول جولتين ومنشوف تعادل على المركز الأول بين فريقي التحرير المصري وعيال زايد الإماراتي بمجموع 45 نقطة. فإذا هذه كانت حلقتنا لهذا الأسبوع. لا تنسون أنه أنتوا أيضا بإمكانكم الربح هنا مع أشجع ثنائي من ماونتن ديو. فقط عليكم زيارة موقعنا على الفيسبوك لمزيد من التفاصيل عن كيفية الربح. ما تنسوا تتابعونا الأسبوع القادم مع فرص أكثر للربح وتحدي جديد مليء بالإثارة والأدرينالين. من هلأ لوقتها خليكم مع أشجع ثنائي من ماونتن ديو. ماونتن ديو أولى الربح.